بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به بمطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما بقي من باب صفة الصلاة. قال رحمه الله: وعن عائشة مرفوعة: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذا الحديث فضل ميامن الصفوف، أي التي عن يمين الإمام، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الدعاء، من الملائكة الدعاء. فهذا فيه فضل ميامن الصفوف، أن يكون في عن يمين الإمام أفضل من أن يكون عن يساره. نعم، إلا إذا خلى يسار الإمام أو خف، هذا يجب تسوية الصفوف. لكن إذا كان يعني ميسرة الصف مسدودة، فإن الأفضل يكون عن يمين الإمام. نعم. وفي المسند من حديث البراء: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. هذا دليل على فضل الصف الأول من صفوف الرجال، لأن الله وملائكته يصلون. الصلاة من الله كما سبق ثناؤه على عبده، ومن الملائكة الاستغفار للمصلى عليه، ففيه فضل ميامن الصفوف. نعم. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نعم، هذا فيه مشروعية رفع اليدين مع التكبير، مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الركوع، مع الرفع من الركوع، مع القيام من التشهد الأول، مواطن أربعة يرفع يديه المصلي فيها. هذا من باب السنن المستحبة. والرفع يكون إلى حذو منكبيه، هذا هو الذي دل عليه الدليل، ومنهم من يرى أنه إلى فروع أذنيه. نعم. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. نعم، دل على أن لا ترفع الأيدي مع التكبير، تكبيرة الانتقال، إذا رفع من السجود، ولا حين يرفع رأسه من السجود ولا حين يسجد، أن هذا لا ترفع، هذا التكبير لا ترفع معه الأيدي حين يسجد وحين يرفع، إذا كبر للسجود أو كبر للرفع فلا يرفع يديه. نعم. ولمسلم: ولا يرفعهما بين السجدتين. نعم، ولا يرفعهما بين السجدتين، يعني إذا قام من السجدة الأولى ف
فلا يرفع يديه عند التكبير تكبيرة الانتقال. نعم. وللبخاري إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه، ويرفع هذا أي يسند هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على استحبابه في هذا الموضع، استحباب رفع اليدين عند التكبير في هذا الموضع القيام من التشهد الأول. نعم. وفي حديث أبي حميد حتى يحاذي بهما منكبيه، وكذلك حديث علي، وفي حديث مالك بن الحويرث حتى يحاذي بهما أذنيه. نعم، في حديث مالك بن الحويرث يحاذي بهما أذنيه، هذا انتهى الرفع، ولكن الأحاديث الأكثر أنه إلى حذو منكبيه، وهذا أصح. نعم. وعن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. نعم، هذه مواطن رفع اليدين عند التكبير، عند تكبيرة الإحرام هذا واحد، عند تكبيرة الركوع هذه اثنين، عند الرفع من الركوع هذه ثلاثة، عند القيام من التشهد الأول هذا الموطن الرابع. نعم. ولأبي داود عن وائل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. نعم، هذا وائل بن حجر يروي هذا، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أيديهم مع التكبير في الصلاة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من سنن الصلاة. نعم. نعم، يرفع يديه في ثيابه أو يخرجهما من ثيابه، لا تفاضل بينهما، ولكن إذا احتاج إلى ستر يديه للتدفي فلا بأس. نعم. وفي رواية فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم. نعم، هذه رواية منتهى الرفع إلى الصدور، ولكن الرواية الثانية يرفعونها إلى الأكتاف، إلى محاذاة المنكبين. نعم. ورواية ثالثة إلى فروع الأذنين، ولكن أصحها إلى المنكبين. نعم. ولأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. نعم، بمعنى أنه يقبض يده اليسرى، كفه اليسرى بكفه اليمنى، هذا معنى الحديث، أنه يقبض يده إذا قام في الصلاة يقبض كفه اليسرى بيده اليمنى ويضعها تحت صدره أو تحت سرته. نعم، ولا يسدل يديه في الصلاة، هذا خلاف الأفضل وخلاف السنة. نعم. وللبخاري عن أبي حازم عن سهل قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه الأيسر في الصلاة. نعم، على ذراعه، ولكن الرواية الأصح أنه يضعها على كفه، يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى. نعم. قال أبو حازم لا أعلمه إلا أن ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له حكم الرفع لكنه خلاف الأفضل. نعم. وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. ابن مسعود فعل هذا. نعم.
رآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على كفه اليمنى على كفه اليسرى، علمه السنة. نعم. وعن علي قال: إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. هذا موضع وضعهما إذا قبض اليسرى باليد اليمنى، أين يضعها؟ تحت السرة، تحت السرة. هذه رواية، والرواية الثانية تحت الصدر، وهذه أفضل وأصح. بعض الناس يعني يضع يده، يقبض يديه ويضعهما على صدره، وهذا ليس من السنة. السنة تحت الصدر أو تحت السرة، هذين الموضعين. أما من يضعون أيديهم على صدورهم فلا أصل لهذا. نعم. وعن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. نعم، إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مع التكبير مدا، يعني يمد أصابعها إلى أعلى. نعم. وعن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. نعم، هذا فيه أن المصلي لا يرفع بصره إلى السماء، وإنما ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس في أول الإسلام ويقلب وجهه في السماء لعله يؤمر بالصلاة إلى الكعبة، فقال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. وكانوا يستحبون للرجل لا يجاوز بصره مصلاه. نعم، لا يسرح بصره أمامه بعيدا، لأن هذا يشغله عن صلاته، وإنما ينظر إلى مصلى، يعني إلى موضع سجوده. نعم. وفي حديث ابن الزبير: ولم يجاوز بصره إشارته. وإلصاق الحنك بالصدر يروى عن الحسن أن العلماء من الصحابة كرهته. نعم، يلصق حنكه بالصدر، يعني يطأطئ رأسه كثيرا حتى يصل حنكه إلى صدره، كرهه الصحابة، وإنما يرفع رأسه وينظر إلى موضع سجوده، فهو يضع نظره ولا يضع حنكه، يضع بصره إلى موضع سجوده ولا يضع حنكه حتى يلمس أو يلامس صدره كما فعل هذا الصحابي. نعم. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. نعم، هذا فيه، هذا الحديث فيه بيان دعاء الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح كثيرة، وكتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة أنواع استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أفضلها، وإن جاء بغيره مما ورد فلا بأس. نعم. وأما في صلاة الليل فسيأتي الحديث ماذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه لصلاة الليل. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعت مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان هذا العرض والبيان، أحسن الله إليه وشكر له وضعف مثوبته. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم.